أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء الحلقة رقم 89 مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء مساء الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال الحلقة بتاعتنا النهاردة هتكون تحت عنوان Revision from Unit 1 to Unit 10 هنكمل مع عزيزنا الفاضل اللي معانا في الاستوديو هيكون معانا طبعا في الاستوديو معانا مستر محمد فتحي الباب مساء الخير يا مستر محمد مستر, مستر, مستر زحنا الحمد لله بخير ربنا يخليك هيكون ايضا معانا في الحلقه مستر عماد المنشاوي مساء الخير مستر عماد مساء الفل يا مستر وهيكون معانا ايضا في الحلقه مستر عماد حمدي مساء الخير مستر عماد مساء النور يا مستر سنه حضرتك طيب واعزائي المشاهدين بخير وسلامه حبيب. واخيرا وليس اخيرا يكون معنا في الحلقه مستر محمد علي مساء الخير مساء الخير الحمد لله. ان شاء الله تمنياتنا القلبيه بحلقه موفقه ومشاهده ممتعه لكل طلاب الثانويه العامه اللي بيتابعونا دلوقتي وعايزين نقول لكل الطلبه بتاعتنا ان اساتذتنا الافاضل اللي معانا في الاستوديو مجمعين كم كبير جدا من الجمل على الوحدات من واحد لحد عشرة طبعا كل جمل يعتبر متاخده من كتاب مدرس على الهواء اللي هو يعتبر دلوقتي مع كل فريق العمل بالنسبه للغه الانجليزيه وهو يعتبر موجود حصري من خلال فريق العمل اللغه الانجليزيه في البرنامج للحصول على كتاب نتواصل معهم تليفونيا وطبعا واحنا شغالين اثناء الحلقه كل مدرس اثناء الشرح تليفونه موجود على الشاشه لتسهيل عمليه التواصل معاه. قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا طبعا هنبدا الحلقه بتاعتنا مع مستر محمد فتح الباب ويا ريت المخرج الجميل بتاعنا يجيب لنا بيج نمبر 26. اتفضل يا استاذ محمد. طبعا على كل الطلبة وأقول لهم كل سنة وانتم طيبين وبدأنا طبعا المراجعة وإن شاء الله النهاردة زي ما وعدناكم في المرة اللي فاتت إحنا قلنا هنبدأ طبعا المراجعة بتاعتنا ريفيجن بتاعنا جريدد وإحنا بدأنا في المرة اللي فاتت إن إحنا بدأنا بالامتحانات الثانوية العامة والنماذج وكده النهاردة بقى بنبدأ بالجمل اللي هي الفنيات اللي هي عايزة شغل كده وعايزة صحصحة ورقة وقلم واكتب معانا وركز نبدأ كده إن شاء الله في نمبر 51 Uh, the deadline for application is uh, 30 may this means you can apply uh, طبعا هنا معنى الجمله بيقول ديد احنا طبعا أخذنا في الوحده ان كلمه ديد معناها الموعد النهائي اخر ميعاد فور ابلكيشن للابلكيشن بتاعنا للتقديم is 30 may 30 مايو this means you can apply ممكن إن انت بقى تتقدم فين on the first of june يعني اول 6 او شهر جون او by 30 may يعني قبل باي يعني قبل او افتر بعد 30 ماي ولا اون 31 ماي طبعا مفيش حاجه اسمها طبعا 31 ماي طبعا احنا عندنا هنا بيقول اخر ميعاد 30 يبقى ما ينفعش بعده يبقى هو يا 30 يا قبله يعني طبعا هنا الاجابه الصحيحه او المناسبه عندنا اللي هي باي 30 ماي يبقى لتر بي تمام تعالى بقى نشوف الجمله نمبر 52 بيقول فيها it was Uh, space day that I went to bed early uh, ده طبعا يوم مرهق باين كده من التشويسز so tiring سو uh, so a tiring such tiring too tiring uh, لدرجه ان انا نمت بدري طيب انا عارف كده ان انا طبعا كلمه so بجيب بعديها adjective or adverb وبعد كده ذات واكمل الجمله عادي انا لما اجي احط عندي uh, noun بعد adjective طبعا هنا لازم احط طبعا في النص كده إيه آ يا يعني ان على حسب طبعا الايه الناون والناون دوت او الاسم دوت لازم يكون سنجلر لازم يكون مفرد ما ينفعش يبقى بلورال او انكاونتبل يبقى هنا طبعا الاجابه الصح طبعا هنا لتر اي سو تايرنج ادي تمام طيب نبدا بقى ننتقل الى 53 ونقول هنا this car العربيه ديت not expensive for me to buy يعني عايز اقول انها غاليه جدا بالنسبه لي لدرجه ان انا ما اقدرش اشتريها. طيب هنا لاحظ في تو ماتش ماتش تو اناف ومك ويقول لي هنا اية وسي. طبعا انا عندي كلمه اكسبنسف دي ادجكتيف طبعا دي صفه وطبعا هنا بجيب في تو ماتش وفي ماتش تو وكلمه اناف. اول حاجه هنشيل من حساباتنا كلمه اناف خالص لان كلمه اناف لازم بتيجي بعد الادجكتيف. أقول اكسبنسيف إناف أو تشيب إناف طبعًا عشان تدي فكرة بوزيتيف إيجابية فطبعًا هنا ما ينفعش إن أنا أستخدم خالص كلمة إناف فهنا عندي تو ماتش وماتش تو طبعًا إحنا عارفين إن إحنا إحنا خدنا كلمة تو بس لكن إيه اللي جاب ماتش في الموضوع؟ طبعًا إحنا عندنا هنا في رول قاعدة كده بتقول إن أنا أستخدم ماتش مع تو قبل تو لو صفة بس لو جه بعد السبيس صفة بس فطبعًا هنا في صفة بس طب لو إمتى أستخدم تو ماتش؟ لو جه بعديها طبعًا هنا جه بعديها ناون او صفه وبعد كده ناون ساعتها بقى ايه استخدم ايه كلمه تو ماتش فالاجابه هنا طبعا هتبقى ليتر بي اللي هي ماتش تو يبقى ذيس كار از ماتش تو اكسبنسيف فور مي تو باي تمام طيب نمبر <applause> uh, 54 ذا فيرم امبلويز سيفرال طبعا الشركه فيرم شركه طبعا لا كذا معنى زي ما احنا عارفين فيرم امبلويز uh, سيفرال بتوظف كثير من كثير من فريلانسرز فريلانس freelance ولا فريلانسز ولا لتر uh, او اي و سي طبعا هنا عندنا في الجمله ديت عايز اقول بتوظف كثير من اللي هم يعني ايه عمال الاحرار عامل حر يعني مش مقيد بوظيفه فطبعا احنا عارفين فريلانسرز free, uh, اللي هي طبعا الاجابه الصحيحه ولكن ما تنساش ان في كلمه فريلانس ممكن تيجي برضو نون واقول ايه فريلانسز يبقى الاجابه الصح هنا ودي بقى معلومه عندك اهي اكتبها عندك بسرعه ان كلمه فريلانسر زيها زي كلمه فريلانس الاثنين ناون بمعنى عامل من بيته عامل حر يبقى هنا الاجابه ليتر دي اي و سي اي و سي هما صح فريلانسرز فريلانسز الاثنين صح طيب ننتقل بعد كده الى نمبر 55 بيقول فيها يو شود اولويز Uh, keep your cash and credit cards uh, خلي الكاش بتاعك والكريدت كاردز خليهم عايز اقول منفصلين uh, فهنا بقى التشويسز عندي هنا سيبريت سيبريتد سيبريتلي سيبريتنس طبعا هنا في, ال في الجمله ديت uh, انا هنا uh, عايز اقول منفصل طيب انا عندي هنا في ايه uh, طبعا هنا احنا عارفين ان كلمه كيب الفعل كيب بجيب معاه adjective صفة عايز أقول كده منفصل فطبعا الإجابة هتنحصر يا إما إيه يا إما B فطبعا هنا منفصل اسمها سيباريت طب سيباريتد برضو منفصل بس سبريتت ديت دي بنستخدمها أكتر لما يبقى فيه ريليشن شيب انفصال في علاقة يعني ايه تمام اه marriage or divorce يعني ايه بيحصل فيه ايه اه العلاقة طبعا بتنفصل فطبعا هنا ما تنفعش معانا السياق هنا ما ينفعش فطبعا هناخد هنا كلمة اه سيباريت الأولى يبقى الإجابة letter A سيباريت خليهم منفصلين عن بعض. نمبر اه 56 I can't afford اه أنا مش قادر أتحمل مش هقدر أشتري too expensive a house too expensive house so expensive house such expensive house عايز اقول ان انا مش هقدر ان انا اشتري البيت الغالي دوت فطبعا هنا عشان اختار كده طبعا انا عندي هنا مفروض تنفع so so expensive a house زي ما احنا لسه قايلين من شويه such اقول لازم احط قبلها such an expensive house طيب too expensive house قلنا too ما ينفعش اجيب بعديها adjective وبعد ال adjective noun تمام tamam. امال اعمل ايه؟ طبعا هي سو so, زي زي تو لو انا عايز اجيب بعديها adjective ونون احط في النص ا او ان فطبعا هنا الاجابه هتكون letter A too expensive a house زي الجمله اللي خدناها من شويه so tiring a day أه الكلام ده خاص ب طبعا سو و تو طيب ننتقل بعد كده الى number 57 بيقول كده برضو ده تبع النظام الجديد اللي هو بيجيب لك كلمه من اللي انت اخدتها في اليونتس في الوحدات ويحطها لك في سياق جديد ويقول لك يا ترى وات إز ذا المعنى بتاعها هنا ايه؟ واحنا طبعا طلبتنا متدربين على الكلام دوت وعارفين حاجات زي كده. car exhaust is the main reason for the city's pollution. Uh, exhaust here means طبعا احنا عارفين ان كلمه exhaust exhausted منهك تعبان يرهق تمام ولكن هنا طبعا كار exhaust is the main reason for city pollution pollution تلوث آه, عربيات يبقى اكيد الايه بقى exhaust هنا معناها waste ولا تاير ولا يوز ولا نمبرز طبعا هنا اكيد مفهومه واضحة ان هنا كلمه exhaust معناها waste اللي هو عوادم السيارات تمام طيب تعال كده نشوف جمله 58 آه, I won't fail this easy test انا مش هسقط في الامتحان دوت This means الجملة دي معناها إيه؟ معناها The test is too easy for me to pass يعني سهل جدا لدرجة إن أنا ما أقدرش أنجح فيه لأن طبعا إحنا عارفين إن قاعدة تو تو معناها إن أنا لدرجة إني لا أستطيع I can't طبعا الكلام دوت ما يخشش الدماغ يعني ما ينفعش في المعنى طيب the test is so easy that pass مفيش حاجة اسمها that pass وحط بعديها كده الفيرب على طول لا لازم يبقى ذات عارفين بيجي بعديها سنتنس جملة تمام uh, the test is so easy that I will pass يعني الامتحان سهل جدا لدرجة إن أنا أستطيع إن أنا أو أقدر إن أنا أنجح فيه uh, the test is such easy for me to pass طبعا هنا الإجابة uh, واضحة جدا اللي هي letter C هي السياق اللي ماشي معايا the test is so easy That I will pass ده طبعاً سهل لدرجة أن أنا أقدر أن أنا أنجح فيه آه نخش بعد كده على الصفحة اللي بعد كده 30 و number 59 Balance is a noun طبعاً كلمة balance دي الناون الاسم تمام آه طبعاً we can get the opposite آه إحنا نقدر نجيب the اللي هو the العكس بتاعها By adding the prefix المرة دي بقى أنا مش قايل لك مثلا بالانس وإيه هو الأنتنم بتاعها أو الأوبزيت بتاعها، لا أنا قايل لك إن العكس بتاعها أجيبه إزاي؟ أحط إيه؟ بريفكس أحط السابقة، أحط الكلمتين إيه؟ أحط إن ولا أن ولا إم ولا ديس، طبعا هنا هو بيقول لي ناون الاسم بالانس توازن، قالش فيرب مثلا، قال هنا ناون اسم، فطبعا هنا ال ال الأوبزيت العكس بتاع كلمة بالانس إم بالانس، فطبعا هنا بنحط أي إم اللي هي طبعا ليتر سي. عندنا بقى في اخر جملة ديت هنا في بيج 30: there wasn't كذا او space for three more people لناس كتيرة to come with us in the car انه يجوا معانا في العربية مفيش ايه such a room روم يعني اوضة احنا عارفين غرفة يعني روم او تو روم طب ايه تو روم ديت enough room طب ليه ما قلتش a room طبعا احنا عارفين ان كلمة روم ليها معنى تاني اللي هو معناها space فراغ مساحة تمام لما تيجي طبعا uncountable يبقى معناها مساحه فراغ روم آه اناف طبعا هنا آه آه هنا طبعا هنا روم ناون فانف احطها قبل كلمه روم يبقى عايز اقول ان مفيش مكان كفايه مفيش مساحه كفايه في آه ليه؟ لناس كتيره معانا يبقى there ووزنت انف روم مفيش مساحه كفايه لثلاثة يجوا معانا في العربيه تمام ده طبعا في الجمل ديت اللي احنا حابين نراجعها النهارده ان شاء الله. احسنت يا مستر محمد ننتقل لبيج نمبر 31 مع مستر عماد المنشاوي، اتفضل يا مستر. السلام عليكم ولادي وبناتي طلاب الثانويه العامه، عايزكم تركزوا معايا كده وعايزك تجاوب معايا بس بصوت عالي، نبدا مع بعض ان شاء الله 61 اي اكسبكت ذات هي ويل هيلب مي بتوقع ان هو هيساعدني. ذس مينز وهذا يعني هي از اكسبكتد تو هيلب مي I expect him to help me. I expect him to be helped by me. A and B. مبدئيا كده آه ليتر A ايه طبعا تنفع. طبعا جمله مناسبه. على اساس ايه يا مستر؟ هو كل اللي حصل ان احنا بنينا جمله للمجهول. طب انا عندي يا مستر في الجمله الاساسيه كان في اكسبكت. جمله اكسبكت لما حضرتك بتيجي تبنيها للمجهول هو اصلا اكسبكت بيتبني بثلاث قواعد. واحده من القواعد دي فعل الجمله الاساسيه فيرب تو بي اكسبكتد تو زائد المصدر مدام زمن الجمله مضارع او مستقبل يبقى الاجابه ليتر اي اكيد صحيحه الليتر B برده كمان مظبوط على اساس ايه يا مستر على اساس اكسبكت ذات جمله هي هي اكسبكت مفعول تو مصدر تبقى ليتر B تنفع طب سي يا مستر لا طبعا مش هتنفع اي اكسبكت هيم تو بي هيلبد ماي ميد عكس الجمله الاساسيه تماما هتبقى اجابتنا المناسبه ليتر دي هيز اون بوينت اوف فيو وجهه نظره الشخصيه از سبيس who could listen to such an eccentric one وجهة نظره الشخصية نقط أو سبيس مين ممكن يسمع لواحد غريب الأطوار زي ده admirable weightless amazing fabulous طبعا الإجابة يا جماعة هتبقى weightless وجهة نظر بلا قيمة أو ملهاش فايدة أوكي طيب بنكمل مع بعض uh, 63 I space by the dead واضح يا جماعه ان الجمله دي جمله باسيف جمله مبنيه للمجهول احنا عارفين اي جمله مبنيه للمجهول اساسها فيرب تو بي مع التصريف الثالث للفعل يبقى معنى كده الاجابه ايه مش هتنفع طبعا الاجابه C مش هتنفع الاجابه دي مش هتنفع هتبقى الاجابه المنطقيه was seen طب هو انا لما اجي اترجم الجمله دي I was seen by the dead ترجمتها هتبقى ايه هتبقى تمت رؤيتي بجوار الموتى باي هنا عمرها ما هتترجم بواسطه على فكره uh, 64 he is a far-sighted one. He was aware of space of the situation. هو شخص عند بعد نظر. هو كان على دراية ب space للموقف. يا ترى grave gravity، gravity ولا dangerous؟ الإجابة الصحيحة gravity. طب مستر احنا عارفين ان كلمة gravity معناها جاذبية، لا هنا gravity مش هيبقى معناها جاذبية، gravity هنا هيبقى معناها خطورة. 66 Although the policeman was badly injured he could space his gun and kill the terrorists arrive arrive to reach ولا reach for الاجابه المنطقيه طبعا يا جماعه هتبقى reach for بمعنى ان هو حاول يمد ايده ويوصل للمسدس. طبعا ده عنوان درس عندنا مشهور reach for the stars الوصول الى المستحيل طيب بعد كده عندنا 67 uh, people are relieved whenever a criminal الناس بترتاح عندما يتم القبض على مجرم طبعا يا جماعة جملة باسف طيب يا مستر حضرتكم مدام الجملة عندنا باسف هنا مبدئيا أنا مش هفكر في الإجابة إيه بس was caught gets caught was being caught دول يا مستر باسف فعلا هم بس يا جماعه بس الجمله اللي عندك طبعا اكيد بريزنت طب ايه الحل؟ هتبقى الاجابه ليتر سي جيتس كوت مستر مفيش فيرب تو بي احنا ممكن يا جماعه نستغنى عن فيرب تو بي ونستخدم بداله جيت طيب آه بعد كده يا جماعه عندنا 68 he was fired as he space a top secret report to one of the competitors والله يا جماعه هو تم فصله لان هو سرب آه احد التقارير السريه لاحد المنافسين آه الاختيارات اللي عندنا يا ترى ليكت ولا ليكت ولا لونشيت ولا emitted الاجابه الصحيحه يا جماعه هتبقى ليكت اللي هي سرب طيب هنكمل بعد كده يا جماعه عندنا 69 ذا ديشز وير بوت اون ذا shelf افتر برضو جمله بس طيب يا مستر انا عندي هنا في افتر تمام طب افتر هنا يا مستر ما فيش وراها فاعل الطبيعي ان انا بحتاج فيرب بلس اي ان جي بص على الانسرز بان واشت بيينج واشت هاد واشت هاف واشت اكيد الاجابه المنطقيه هتبقى being washed uh, the minister of defense وزير الدفاع is going on an urgent space to Greece وزير الدفاع رايح في ايه في ايه عاجلة مهمة عاجلة الى اليونان هنبص على الاختيارات اللي عندنا هتلاقي عندك mention mention سي motion d mission اكيد الاجابة عندك هتبقى mission اللي هي مهمة شكراً احسنت يا مستر عماد ننتقل لبيج نمبر 36 مع مستر عماد حمدي اتفضل يا مستر عماد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طلابي الاعزاء طلاب الثانويه العامه في كل مكان مرحب بكم ان شاء الله مجموعه من الجمل حتى نال اعجابكم يعني نقوله كده بعنوان Think out of the box ويا ريت يعني بقى تجهزوا لي ورقه وقلم كده ونشوف مع بعض الجمله نمبر 71 الجملة بتقول he objected saying that my accusation was without without proof فاونديشن evident كلير الجمله فيها يعني بعض تلاعب بالالفاظ طبعا احنا طبعا كلنا متعودين ان احنا يم اما هختار هختار ناون طيب هتلاقي طالب مثلا بيجري على كلمه بروف ويختارها اقول له طب خلي بالك دي بروف ده فيرب مش بروف بالاف طيب انا محتاج كلمه بمعنى بروف هتبقى مين هتبقى فاونديشن يبقى الاجابه وذاوت فاونديشن دي معناها وذاوت بروف ننتقل الجملة اللي بعديها نمبر 72 الجملة بتقول زمان سبيس رايت ناو هاز ا سيفر هيديك جملة جميلة بصراحة الجملة ديت يعني احنا بنسموها في اللغة ريديوزد ريلاتيف كلوزز يعني ايه؟ يعني الجملة دي كان فيها ريلاتيف كلوز وتشال مع وجود باسيف ميننج في الجملة يعني الجملة بتقول زمان اكزامينز uh, ولا از examined ولا بينج examined ولا بين examined طبعا انا محتاج نختار حاجه كان فيها ريلاتيف كلوز وشلناها وفي نفس الوقت بتدي باسيف ميننج يبقى الاجابه لتر سي بينج examined لان بينج examined هنا يا شباب معناها ايه؟ معناها هو از بينج اكزامند سنتنس 73 بتقول ايه؟ وي اول سات تو واتش ذا سبيس اوف ذا ايجيبشن ساتلايت 101 يسترداي ذا خلي بالك من ذا دي انا محتاج ناون تمام؟ يبقى هختار لونش ولا ايميجن ولا شوت ولا فاير؟ طبعا خلي بالك طبعا هي الاجابه المنطقيه لونش يعني احنا شهدنا انطلاق الـ الـ القمر الفضائي المصري آه انا محتاج بعد ده احط نون طيب هنقف بس عند لونش دي لحظه شويه لونش دي بمعنى ينطلق حلو قوي طيب ايه اللي بسويها اللي بسويها سيت اوف بس مع مع فرق بسيط ان لونش لما يكون بادئ بالسبجكت بخليها بس لكن set of بخلي الجملة uh, active بمعنى ايه؟ بمعنى قل the satellite مثلا was launched ما تقولي the satellite was launched حتساوي set of the satellite set of بمعنى the satellite was launched تمام؟ uh, 40, uh, 74 a space is exam by a scorpion I felt a great pain جمله جميله بصراحه ودي اللي احنا بنسموها في اللغه البارتيسيبل كلوزز البارتيسيبل كلوز دي عباره عن ايه عباره عن مجموعه من الجمل ممكن تكون بادئه بباست بارتيسيبل ودي بنسميها باست بارتيسيبل ممكن تكون بادئه باي ان جي فورم ممكن تكون بادئه بهافنج وباست بارتيسيبل طب انا هنا عاوز زي ما قلنا باسيف ميننج فانا عندي الاختيارات Stung ولا Stinging Having Stung ولا بين Uh, stung, يبقى انا هختار الباسيف مينينج اللي هي كلمه استنج هي اصل الجمله ايه يا شباب؟ Because he was stung in the exam. Sentence 75. الجمله بتقول يا شباب the operatives the main task is to gather space about the targeting countries. Hell news, information, intelligence. تيلز. طبعا جميل او تعبير انتليجنس او جذر انتليجنس يعني بيجمع لنا مع معلومات استخباريه فانا طبعا لو كان عندي كلمه مثلا سيكريت انفورميشن كانت بقت صحيحه لكن مين بيديني معنى سيكريت انفورميشن وتتناسب في المعنى قوي مع الاوبريتيفز والشغلانه بتاعه السيكريت ايجنت هي كلمه انتليجنس سنتنس 76 ذا old demand to cross the busy route. أنا طبعاً بكرر كلامي ان الجمل دي كلها معظمها مبني على الباسيف مينينج احنا بنقول ذا اولد مان ماله اتشاف تم رؤيته إذن دي جمله بريزنت بيرفكت passive يبقى ذا اولد مان هاز بين سين تو كروس ذا busy رود سنتنس 77 سبيس ذا synonym اوف فاوند اه انا محتاج مين من الـ من الفوكابولاري اللي عندي دي بتديني معنى فاوند وبالمناسبه فاوند بمعنى يؤسس مش فاوند الباست بتاع فايند وجد لكن دي فاوند بمعنى يؤسس مين من دولت هل هي publish هل هي accomplish هل هي اتشيف ولا استابليش طبعا الاجابه الواضحه استابليش لان طبعا من ضمن معاني استابليش يؤسس وما ننساش يا شباب المعلومه المهمه جدا اللي بتتقال على الشركات لما اجي اقول ان دي استابليش دي كامباني يعني شركه عريقه او شركه لها تاريخ يعني 78 was ودي بصراحه الجمله دي روعه was the car space while i was shopping هل هي has been stolen ولا stolen see steal ولا being stolen طبعا انا انا حد هيقول لي مستر انا متعود ان وايل ممكن تكون past continuous past continuous او past continuous past simple اقول لك ارجع بقى شوف مين الشورت اكشن وشوف مين اللونج اكشن هي طبيعي موضوع السرقه لو هيتم هيبقى ده شورت اكشن يعني العربيه اتسرقت لما كان هو بيعمل شوبينج يبقى الاجابه ايه يا شباب ستولين يبقى ووز ذا ستولين لان مش معقول هنقول بينج ستولين السرقه تاخد 3 4 ساعات فطبعا ده مش هيتنافق مع المعنى لان طبعا الستيلينج بيبقى شورت اكشن فهنختاره ستولين 79 الجمله دي بتقول مستر رمضان التركي لايكس his جوب ان سام ده طبعا ده اكسبريشن مشهور ان سام بليجر ولا ميجر ولا ليجر ولا بريشر جملة جميلة جدا ونحفظ قوي يا شباب بالورقة والقلم مكتوب ورايا ان صم ميجر دي معناها uh, quite كويت ألوت يعني مستر رمضان بيحب شغلانته إلى حد ما تمام؟ كويشن uh, number نمبر 80 the word occur كلمة occur has the same meaning of the word happen take a place take part take place طبعا الحاجات دي مهمة جدا احنا انا معاكم ان ان معظم اوكير و take place يعني بيسموها interchangeable words او كلمات ممكن تحل مكان مكانها يعني نحطهم مكان بعض ولكن بنوع على حاجه بسيطه جدا فرق طفيف كده معظم القواميس الكبيره اشارت اليه اللي هو الفرق ما بين take place و happen تيك take place يا جماعه بيبقى حاجه ايه معمولها بلان قبل كده حاجه اورجانيزد حاجه كنترولد لكن happen و مش بتدي نفس المعنى خلاص وطبعا الاختيار رقم بي اللي هو تيك أبليس ياخذ مكان دي بعيد خالص عن المعنى فهنختار هابن احسنت يا مستر عماد ننتقل لبيج نمبر 41 مع مستر محمد علي تفضل يا مستر محمد في البدايه طبعا ازيكم يا شباب وبنات صف سلسه الثانوي ان شاء الله احنا النهارده هنحاول نجمع اكبر قدر من الافكار اللي موجوده من يونت 1 لغايه يونت 10 وان شاء الله نحاول الافكار دي تكون أه تلم معاكم بسرعه كل حاجه مثلا تكون واعي منك او حاجه زي كده طيب بسم الله اول جمله عندنا تعال نبص مع بعض اول جمله 81 the new employee claimed 50000 pound space from his employer for the loss of his arm while working طيب طبعا واضح من الاختيارات طالما الاختيارات مختلفه يبقى هنا الاسئله على ايه على الفوكاب الجمله كده نقراها بسرعه ونشوف معناها بتقول ايه بيقول لك الموظف الجديد كان بيطالب ب 50000 جنيه ايه من صاحب العمل بسبب فقدانه اللي زرعه طبعا هبص على الاختيارات هنا خلي بالك الاربع كلمات من المنهج بتاعك بس خلي بالك هنا المعنى محتاج منك شويه تركيز اول كلمه كلمه بروفيت ماشي خليناها معناها ربح او مكسب درايب دامج احنا خدنا كلمه دامج قبل كده معناها ضرر او تلف لكن هنا ليها معنى مختلف بيجي معناها تعويضات وانترست معناها فوائد طبعا الجمله اللي هتنفع هي ايه دامج طيب الجمله اللي بعديها do you have your car done regularly طيب هل انت عملت ايه في عربيتك بانتظام طبعا خلي بالك انا عندي انا طبعا حافظ قبل كده ان كلمه have لما بيجي وراها حاجه غير عاقل ده كوزيتيف المفروض بيجي وراها التصريف التالت بس هنا في حاجه انا عندي بعد السبيس في بي بي او الـ past participle او التصريف التالت موجود اصلا يبقى اذا مش هجيب تصريف تالت تاني المفروض هندور على نون ماشي هبص على الاختيارات اللي موجودة عندي الأربعة being served served being served ولا service طبعا الاختيار الوحيد المناسب هي service اللي هي آخر اختيار عندي طبعا ما ينفعش أحط served وبعد كده done ما ينفعش أجيب two past participle ورا بعض في جملة causative زي كده الجملة اللي بعديها can you explain ممكن تشرح that reason space your manager ممكن تشرح السبب ده للمدير طيب طبعاً اللي انت لو بصيت على الاختيارات بسرعة هتلاقي from for at to اوعى تستعجل وانت بتختار فين في السؤال ده لان في طلبة كتير حافظة اللي هي reason بتيجي وراها حرف الجر for او بيجي وراها why هنا انا مش هتكلم على reason خالص هنا انا هختار حرف الجر المناسب بالنسبة لكلمة explain يشرح لو سمحت ممكن تشرح السبب للمدير اكسبلين معناها يشرح بيجي معاها دايما حرف الجر تو معناها يشرح الى شخص طيب الجمله اللي بعديها I space my mobile phone repaired last week طيب هبص على الاختيارات اللي عندي هنا السؤال اللي موجود عندي ده سؤال جرامر should have never have used to have didn't get قبل ما اختار انا عندي هنا في كي موجوده في الجمله لكن كلمه last week last week بتشير للماضي او in the past طيب هبص على الاختيارات انهي واحده من دول ماضي اصلا موجوده طبعا هستبعد should have وهستبعد never have عندي used to have و get طيب انهي واحده فيهم مناسبه هبص على الاختيارات تاني وببص على المعنى انا used to بستخدمها لما اجي اعبر ان الحاجه دي كنت متعود اعملها يعني كنت متعود على حاجه زمان لكن هنا بتكلم على موقف واحد حصل وانتهى في الماضي فما ينفعش طبعا اختار used to طبعا يوز to هتبقى غلط وهختار didn't get الجملة اللي بعدها she always looks forward to space her house cleaned by a servant طيب الاختيارات have get making getting قبل ما اختار اي شيء انا كنت اخدنا من زمان واحنا عارفين نقطتك كويس قوي ان look forward to دايما بيجي وراها verb ing فطبعا هستبعد have و get عندي making و getting هختار انهي طبعا قبل ما تختار اقرا الجملة تاني هير هاوس cleaned طيب الكلام ده عبارة عن ايه؟ كوزيتيف واحنا خدنا قبل كده الكوزيتيف او السببية مع جيت او هاف او فيرب تو هاف بيجي وراها شيء غير عاقل وبعد كده البي بي او الباست بارتيسيبل طبعا فهنا هختار جيتنج طب ليه ما اختارش ميكنج؟ ميكنج بيجي وراها عاقل بعد كده تو والايه والمصدر طيب الجملة اللي بعديها 78 سوري 87 Don't you don't you think you have to be at your desk studying space playing video games؟ طيب قبل ما اختار انا هنا عندي اربع كلمات مختلفه والاربعه ممكن يكونوا شبه بعض في الكتابه ولكن المعنى بتاعهم مختلف عندي other than rather than better than more than طيب قبل ما اختار هدور طبعا على المعنى كويس قوي بيقول له المفروض ان حضرتك تكون قاعد على الديسك بتاعك او على المكتب بتاعك بتذاكر بدل ما تلعب على الكمبيوتر او تلعب على العاب الفيديو طيب يعني ايه كلمه بدلا من؟ انا عندي كلمتين في المنهج بتاعي والكلمتين شبه بعض قوي وساعات بيلخبطوا الطلبه اللي هي other than و rather than طيب other than معناها except معناها بدلا من مش اسف معناها استثناء بستثني حاجه او ما عدا لكن rather than هي اللي معناها instead of بدلا من فطبعا هنا هختار instead of المفروض ان حضرتك تقعد تذاكر مش تقعد تلعب games او على الموبايل الجمله اللي بعديها I had my dinner cooked. أنا خليت الطعام بتاعي يطبخ. This means ده معناه ويديني أربع اختيارات. قبل ما أقرأ الأربع اختيارات اللي عندي الجملة دي جملة positive سببية. إزاي؟ أنا عندي had أو verb to have موجود أهو وشيء غير عاقل وبعد كده التصريف التالت أو ال past participle. طبعًا أنا بستخدم ال في الشكل ده لما أجي أعبر إني جعلت شخص تاني يعمل حاجة دي مكانك أو بديلة ليك. طيب هبص على الأربع اختيارات اللي عندي هنا، وأشوف يا ترى اي واحدة من الأربعة فيها نفس المعنى. أول واحدة بتقول I cooked my dinner طبخت الإيه؟ العشاء بتاعي بنفسي، ولا I got my dinner cooking؟ ما تنفعش got يجي وراها شيء غير عاقل وبعد كده ING. سي I cooked my dinner for someone طبخت العشاء لشخص تاني، لا مش نفس المعنى. وآخر واحدة someone cooked my dinner for me. شخص ما طبخ الغداء اسف العشاء عشاني يبقى هي دي الجملة السليمة او الجملة المناسبة ليا يبقى نختار Letter D طيب الجملة اللي بعديها موزارت اوفر آ... سوري اسف موزارت سبيس اوفر اول other composers معناها طبعا الموسيقار العظيم موزارت ايه احسن من كل الموسيقيين الاخرين طيب انا عندي اربع كلمات او اربع اختيارات هنا طيب هبص على الاختيارات كويس قوي احسن اختيارات او احسن اختيار عندي ممكن يمشي المعنى هي كلمة تاورد دي طبعا هي احنا خلنا كلمة تاور في المنهج معناها برج لكن هنا كلمة تاور مش جاية معناها برج هنا جاية جاية معناها يعلو او يتفوق على طبعا الموسيقار ده كان متفوق على كل الملحنين او الموسيقيين في الوقت ده في عصره احسنت مستر محمد ننتقل لبيج نمبر 46 مع مستر محمد فتح الباب اتفضل يا مستر عمر نرجع ليكوا تاني مرة تانية ومعانا طبعاً نمبر 91 مستر محمد always arrives time he is punctual يعني هو منضبط يعني بيجي في وقته يبقى بالوقت بالظبط يبقى طبعاً هنا معروفة uh, on time في الوقت المحدد نمبر uh, 92 بيقول I might take two days off uh, أنا هاخد يومين أجازة طبعاً احتمال مها ساد قالت مها فطبعا هنا عايز احاول الى طبعا الى indirect قلنا she might take two days off she might have taken two days off she might had taken two days off اي أو اور سي طبعا هنا الاجابه واضحه احنا عارفين might ما بتتحولش بتنزل زي ما هي فاقول I might take two days off مها ساد يبقى مها ساد letter A she might take two days off احسنت يا مستر محمد ننتقل لبيج نمبر 47 مع مستر عماد المنشاوي اتفضل يا مستر تمام اهلا بيكم يا جماعه مره ثانيه وتعالوا نشوف الجمله دي بتقول ايه 93 some plants seek to space no technology to increase production uh, choices اللي عندي apply apply experience or explain طبعا اكيد المعنى محتاج ان احنا نختار letter B اللي هي apply اللي هي معناها ان احنا نطبق تكنولوجيا جديده علشان نقدر يبقى في عندنا وفره في الانتاج. الجمله اللي وراها اللي هي 94 آه, an hour ago دينا said I am going shopping next Friday. an hour ago دينا said. واضح يا جماعه نحن هنا بنتكلم عن حاجه اسمها الدايركت والاندايركت. دايما الدايركت والاندايركت كان عندنا في حاجه اسمها التحويلات. ايه طيب يا ترى يا مستر في الجمله دي هستخدم تحولات ولا مش هستخدم؟ لو بصيت ولقيت كلمة أنا ورجو خلاص المنطق هعرف إن أنا هحتاج حاجة مش متحولة، بص على الأنسورز، لتر ايه؟ She was going shopping next Friday، She is going shopping next Friday، She was going shopping the next Friday، She was going shopping the following Friday، الإجابة إن شاء الله هتبقى ليتر بي شكرا سنت مستر عماد ننتقل لبيج نمبر 48 مع مستر عماد حمدي اتفضل يا مستر عماد تمام يا شباب نكمل تاني الجمله 95 بتقول محمد صلاح could score the winning goal after a space move down the goalkeeper وتاني فكره جميله وتعبير يمكن جديد على بعضنا كلمه فلوينت موف يعني a move which is fast a move which is full of skills Tamam. after a flowing to move down the goalkeeper uh, 96 بتقول, mr Ahmed wants to know who space tall woman is طبعا احنا عندنا woman دي حاجه singular حاجه مفرده فبالتالي هستبعد كل اللي بيجي مع البلورال فعشان كده هنستبعد كلمه ذاز وكلمه ذيز وطبعا بما ان الفيرب wants في present simple فعشان كده انا هختار حاجه تتناسق مع present simple ما تكونش اتحولت فعشان كده هنختار this فهتبقى احمد wants to know who this tall woman is. احسنت يا عماد ننتقل لبيج نمبر 49 مع مستر محمد علي. أهلا بس مرة تانية عندنا أول جملة اللي هي 97 بيقول لك بيبل ان ايجيبشن كنتري سايد ار فريندلي كايند. از طيب طبعا ممكن يجي لك في الايه في الامتحان مطلوب منك انك تجيب لك مثلا كلمة ويقول لك هات لي السينما بتاعها المرادف بتاعها أو أقرب معنى ليها أو عكسها. طبعا هنا مطلوب منك انك تعمل ايه المرادف هبص على الاختيارات اللي عندي أقرب كلمة لكلمة فريندلي هنا هي كلمة ايه طبعا مش أجلي ولا personally ولا neighborly fluently طبعا اقرب آه كلمه كلمه neighborly neighborly هنا مش معناها جار هنا neighborly معناها ودود او طيب الجمله اللي بعديها عمر سبيس ذا بابليك لايبرري ووز اون فاير طبعا واضح من الجمله ان دي جمله جرامر والجمله اتحولت لريبورتد سبيتش كلام منقول طيب هنا عندي دي جمله ستيتمنت جمله خبريه طبعا الاختيارات اللي ممكن تبقى متاحه هي كلمه told او said بس انا طبعا مش هختار told لان شرط عشان استخدم told لازم يكون عندي طرفين بيتكلموا بعض لكن في طرف واحد بس اللي هو بيتكلم اللي هو مين عمر فعشان كده اختار سد احسنت يا مستر محمد طبعا اعزائنا الطلاب احنا حللنا النهارده مع بعض ما يقرب من 100 جمله عمل الكفرنج الاهم النقاط للفوكاب والجرامر على يونتس من 1 ل 10 وطبعا كل الجمل بتاعنا بنسبه 90% مستوحاه من كتاب مدرس على الهوا في المراجعه النهائيه وطبعا افضل الناس اللي هي تتكلم على الكتاب هم المؤلفين بتوع الكتاب فهناخد كلمه سريعه كده من كل مدرس يحب يقول ايه للطلبه بتاعته مستر محمد في الباب تحب آه تقول ايه للطلبه بحب آه اقول لهم ان طبعا الكتاب مدرس على الهوا جمع كل الافكار وهو كتاب جريدد متدرج وطبعا آه مركز برضو على اللي هو النيو سيستم النظام الجديد الاسئله اللي هي بتعتمد على الاندرستاندنج الفهم والربط وان شاء الله لما تعتمدوا على الكتاب ده تعتمدوا على اولا طبعا ثم الكتاب دوت في الحل الكتير كميات كبيره من الحل لازم تخلصوا كله طبعا قبل الامتحان وان شاء الله فول مارك باذن الله مستر عماد المنشاوي تحب تقول لي طلبة بتاعتك تمام بقول لاولادي وبناتي طلبه الثانويه العامه اهم حاجه في اي كتاب في الدنيا ان انت تحل الكتاب مع المستر بتاعك كتاب مدرس على هوا ان شاء الله هيحله معاك واكبر مدرسين في مصر مش أسست هيحله معاك ولا هيبقى مجرد نموذج اجابه بالتوفيق ان شاء الله مستر عماد حمدي تحب تقول الاطاله بتاعتك؟ أحباب الطلاب في كل مكان ان شاء الله في ديكم كتاب مدارس على الهوا يعني ان شاء الله من اقوى الكتب اللي انتم ممكن تتخيلوها ارقام تليفوناتنا طبعا ظهرت قدامكم على الشاشه انت ممكن تتواصل معنا مع اي حد من اعداد الفريق في اي وقت ان شاء الله تسالوا على اي حاجه وقفت قدامكم ان شاء الله وهتكون معظم الحياه اللي ان شاء الله مبنيه على كتاب برنامج على الهوا وربنا يوفقكم يا رب مستر محمد علي تحب تقول في البدايه طبعا لكل طلاب وطالبات الثانويه العامه احنا لسه قدامنا وقت كبير جدا تمام وخلال الفتره دي لازم حركتي تحل كتير طيب انا ما بداتش مثلا قبل كده او في حاجات كانت مني او مثلا في يونتس معينه انا ما لحقتش المها لا احنا قدامنا وقت كويس لسه قدامك فتره كويسه جدا ممكن تلم فيها كل شيء وطبعا وفي نقطه مهمه لازم تبقى ان الطلبه لما بتيجي تذاكر بتمسك مثلا اليونت بتحفظ الفوكاب بس او تحفظ الجرامر ويتقول انا كده خلاص انا كده ذاكرت لا طبعا طبعا النظام الموجود الجديد بيعتمد على الفهم بيعتمد على التمرين يبقى حضرتك مش م... انا اسف ما ينفعش تجيب الكلمات بس تحفظها او الجرامر بس تحفظه وتقول انا كده ذاكرت لا لازم تحل كتير وتتعرض لافكار مختلفه مره واثنين وثلاثه وتشوف الفكره ممكن تجيلك باكتر من طريقه وعشان كده احنا في الكتاب بتاعنا احنا اه طبعا الكتاب مش حاطه مدرس واحد بس انت اكتر من تسع مدرسين تقريبا حاطين الكتاب ده او مدرسين فطبعا كل واحد حاطط الجمله من وجهه نظره بشكل مختلف فطبعا حضرتك ممكن تكون مذاكر الدرس وهتلاقي اكتر من جمله تمام جايه تقريبا لما كل شيء حوالين كل يونت طيب دي النقطة رقم واحد، نقطة رقم اتنين حضرتك أهم حاجة مش عايز بقى طبعا النوع اللي هو الفشل أو النوع الزميل مثلا المحبط يجي يقول لك لا احنا ضعنا لا ما ت... احنا كده خلاص السنة ضاعت مننا لا أنت لسه قدامك وقت كويس والفترة اللي قدامك دي هي أهم فترة، خلي بالك النقطة دي أو الفترة دي هي نقطة التحول يا إما حضرتك تقدر تعمل حاجة كويسة يا إما حضرتك للأسف ممكن تضيع الفرصة دي منك ومستوى بتاع حضرتك يقل. فعشان كده لازم حضرتك طبعا تتحلى بالايمان ولازم يكون عندك حضرتك فكره مهمه قوي ان حضرتك لازم لازم ت... لازم تعمل عليك تمام نقطه اللي حضرتك لا انا خلاص ما فيش امل لا آه السنه دي ضاعت مني لا لسه قدامك وقت كبير واحنا لمينا مجموعه كبيره جدا من الافكار اهم حاجه ان حضرتك تقدر تحل كتير جدا وطبعا للاسف في ناس بيجي لها حماس في الاول تيجي تقول احنا هنحل مثلا تشتري كتاب وتحل مثلا نوت 1 يقف قدامه نقطه او اتنين وتقول لا مش عارف احلها احنا ارقامنا كلها موجوده كل زمايل المدرسين موجوده على الشاشه تمام ممكن تتواصل معانا ممكن لو في اي نقطه صعبه معاك احنا هنرد عليك مثلا او ممكن تبعت لنا هنا في البرنامج ونشرحها لحضرتك مثلا النقطه دي ونعرضها لكل زملائك لو في اي حاجه واقفه قدامك نتمنى حضراتكم ان شاء الله حضرتك تعمل وتبذل ان شاء الله كل مجهودك وكل طاقتك السنه دي لان هي سنه مهمه جدا جدا في حياتك ودي اللي ان شاء الله باذن الله رب ثمره مجهودك هتبان فيها شكرا استاذ احسن انت مستر محمد مستر محمد فتح الباب باعتبار انك بدات الريفيجن بالفعل أوه. ممكن تقول نبذه سريعه كده عن محتويات الكتاب للطالب انا هقول محتويات الكتاب واقول برضو نصائح عامه طبعا طبعا ده الكتاب بتاعنا اقول برده نصائح عامه على طبعا الكتاب وطريقه المراجعه طبعا لازم الطالب يعرف كويس ان هو جنب ما بيحل جزئي لازم يفكر في الشامل يعني انا ما ينفعش ان انا اقعد احل على وحده وحده وبعد كده انسى ان انا اجمع عقبال ما اوصل لغايه الوحده 16 اكون نسيت الاولاني والعكس فطبعا انا على الاقل ان انا مثلا لما اجي احل مثلا في يونت 1 في الوحده الاولى اخد لي كل يوم مثلا اخد لي امتحان شامل اه الافكار هبقى ناسي ناسي شويه لكن يوم عن يوم هتلاقي الافكار كلها في دماغك طبعا الكتاب بتاعنا طبعا متقسم اللي هو وحدة واحده يونت يونت وطبعا الكتاب بتاعنا بنفتحه طبعا كده بيبقى طبعا في يونت 1 الوحده الاولانيه اهوت بتبقى في دي اللي هي التمرينات بتاعتنا الاكسرسايزز وطبعا بالوحده الاولى طبعا حوالي 300 جمله يعني كده هو ماشي كده واحده واحده في نهايه كل وحده في ادفانسد section يعني اللي طبعا القسم اهوت advanced section اللي هو للطلبه المتميزين او النظام الجديد بتاعنا عشان تتدرب على كل الايه كل الانماط او الانواع في التمرينات. بعد كده كل ده ماشي واحده واحده وبعد كده بنيجي في الاخر خالص بيبقى عندنا جزء خاص بيه طبعا اللي هو advanced على المنهج كله وبعد كده عندنا القصه طبعا في اهم الفوكاب الكلمات اللي في القصه بعد كده طبعا عشان حبايبنا اللي في الازهر جايبين طبعا اسئله اللي هي المقاليه ومترجمه برضو وبعد كده عندنا اسئله تشوز على القصه في اللي هي طبعا الاحداث واسئله على الكلمات. تمام وان شاء الله بالتوفيق وربنا معاكم باذن الله. مستر عماد المنشاوي قبل ما نختم الحلقه بتاعتنا في طلبه كتير جدا بتبعت لي رسائل وتتصل بيا بتسالني على اجابات الكتاب فطبعا انا رديت بالنيابه عنكم وطبعا هكملوا الفكره اللي بتاعتكم. إني مفيش حاجة اسمها مودل أنسر هينزل بشكل يتوزع مع الكتاب مباشرة لأن إحنا لو عملنا كده في طلبة كتير جدا ضعيفة النفوس هتستسهل الموضوع وتبص على الإجابات مباشرة ولكن حضرتك دلوقتي هيبقى معاك الكتاب هتقرأ الأسئلة بالتفصيل الجملة اللي هتقف معاك تليفونات كل الستاف بتاع فريق اللغة الإنجليزية في البرنامج موجود على الإيه؟ على الكتاب هيتواصل معاك وطبعا مستر عماد المنشاوي يرد على النقطة دي بالتفصيل تمام تمام بص بقى يا وبناتي زي ما المستر لسه قال بالظبط كده إيه الكتاب بتاعنا مختلف عن اي كتاب في الدنيا حضرتك ان شاء الله وانت بتحل الكتاب هيبقى معاك مدرسين هم اللي بيحلوا معاك الكتاب تمام زي ما المستر قال احنا احيانا عندنا بيبقى في مشكله لو في مثلا نموذج للاجابه في طالب ما بيديش نفسه فرصه ان يفكر على طول بيبص على السؤال عرفش يحل جري بيبص على نموذج الاجابه لا احنا مش عندنا كده احنا حضرتك ان شاء الله معاك هتجاوب زي ما انت عايز في حاجه تاني كده انا بحبها دايما تعملها لو بصينا في الكتاب الكتاب بتاعنا مميز جدا حضرتك سي مثلا انا راجعت اليونت اول حاجه انا بقول لاي طرف في الدنيا حلها حل اسئله امتحان الثانويه العامه على اليونت ده حضرتك لما هتحل اسئله الثانويه العامه خلاص الموضوع هيبقى واضح جدا هتعرف ايه المطلوب منك وده متوفر عندنا في الكتاب على فكره احنا عندنا في اي يونت اقل حاجه هتلاقي حوالي 40 سؤال على اسئله الثانويه العامه للاعوام السابقه، الكتاب متقسم كويس جدا، مهم جدا ان يبقى معاك حاجه كده اسمها ستيكي نوتس، انا في كل صفحه شغاله تمام، طب في جمله فيها مشكله، حضرتك في ستيكي نوتس تكتب الملحوظه، الملحوظه دي هيقولها لك طاقم المدرسين اللي شغالين معانا، طبعا التليفونات تبقى عند حضراتكم وبتتصل في اي وقت وان شاء الله هنجاوب على الاسئله بتاعتك، ابعد تماما عن الطلبه المحبطين، في وقت في وقت مع كتاب كويس زي الكتاب بتاعنا ان شاء الله. ربنا معاك. احسنت يا مستر عماد وحلقه من الحلقات الممتعه وشرفتونا وان شاء الله نتمنى نشوفكم في حلقات قادمه وتمنيات القلبيه بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء على مستوى الجمهوريه شكرا لكم جميعا شكرا